السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. عايز أعترف كده إيه يا شيخ أحمد، وأعترف لكم اعتراف، إحنا الستات بنحتاج معاملة خاصة. أيوة فعلا، لكل الرجالة بقول إحنا بنحتاج معاملة خاصة. يعني أنا مش زي صاحبك مثلا، ولا زي واحد معك في الشغل، ولا زي صاحبك اللي بيقعد معك على القهوة. لا، إحنا بقى عندنا إيه، تفاصيل أحاسيس كتير ومختلفة، لأن تكويننا مختلف طبعا عن تكوين الرجالة. وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يوصي علينا ويقول إيه، استوصوا بالنساء خيرا. تمام، التعامل مع الستات محتاج حكمة. موضوع مهم هنتكلم فيه مع الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. آمين يا رب. استرنا يا رب، الستر والصحة والرزق الحلال يا رب، والفردوس الأعلى يا رب. أنا وإنت وكل المشاهدين وكل الناس يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب شيخ أحمد، إحنا النهاردة بنتكلم على الحكمة في التعامل مع النساء، وهي بقى دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. خلينا أولا الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا، ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. احنا بنتكلم عن الحكمه في التعامل مع النساء، لكن انا دايما بقول كده، في الشهر اللي احنا شغالين فيه ده قدوتنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فانا قدوتي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فكيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع النساء، خاصه في الامور اللي بيحصل، ما من بيت الا وفيه ايه، الا فيه مشكلات. يعني بتلاقي فيه شويه اخطاء، فيه مشاكل، فيه بتاع، فمفيش بيت لا يخلو من مشاكل. حتى بيت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى فيه بعض الغضب كده، فيه بعض الاشياء من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل عليه الصلاه والسلام. اولا لازم نعرف ان الحكمه يا جماعه تعرفها الاول، هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. احيانا الانسان لما يكون عنده ثوره يعني عارمه كده، وعنده يعني سبحان الله عليه الغضب، انا ما ينفعش ان انا اعلي صوتي كمان انا عليه، والا هترتفع الاصوات ومش هنعرف ناخد حل. انا اهدي عشان ابدا ايه، اهديه. فالحكمه بقى هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، بس باني طريقه بقى، على الوجه الذي ينبغي. وده تعريف ابن القيم عليه رحمه الله. ونشوف مثلا الحكمة دي وردت في أكثر من آية، وحتى سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح، صحيح البخاري، إن هو بيقول يا أستاذ دعاء، ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره ثم قال اللهم آتيه الحكمة. ابن عباس منسيش التحفيز النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفيز النبي هنا كان بالفعل، ما كانش بالقول بس، يعني بداية كان فعلا، فقال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضمة دي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطت ابن عباس رضي الله عنه قوة، إن سيدنا ابن عباس حس بقيمته وحس بذاته رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما نساها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما نسيها لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي هو ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف الإنسان لما واحد يبدأ بقى إيه، يطبطب على واحد كده، يبدأ إيه، يحس بالراحة، وبعدين بيحس بالطمأنينة، وهذا يشعره بشيء من القوة مش بشيء من الضعف. فسيدنا النبي كان يتعامل هكذا مع الصحب الكرام رضي الله عنهم. فسيدنا ابن عباس الشاهد اللي هو بيقول ان النبي ده عالي، كان ممكن ابن عباس يقول ده عالي يا رسول الله، فقال اللهم فقهه في الدين واتيه الحكمه وعلمه التاويل، كان ممكن يقول كده خلاص. لكن ما نسيش ابدا الضمه دي اللي كانت عامله دفعه قويه جدا لسيدنا ابن عباس، حتى اصبح فاعلا مؤثرا في هذه الايه، في هذه الحياه. وده كانت من حكمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع البشر، فقال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف، اخده بحضنه كده وراح دعاله، فقال اللهم ايه، اللهم اتيه الحكمه. الحكمه اختلف المفسرون كما يقول ابن حجر عليه رحمة الله، اختلف العلماء، منها علمه بكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حسن القول، يعني إزاي يتصرف في وهو لما يجي يتكلم يبقى عنده حسن إيه؟ حسن في الكلام بتاعه، ما يقولش أي كلام كده وخلاص، لكن يكون إنسان يستطيع أن يتكلم بطريقة إيه؟ بطريقة صحيحة. سيدنا النبي كان بيعمل كده بقى مع زوجات، خاصة إن زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان فيهم يعني فيهن الغيرة. السيدة عائشة مثلا على سبيل المثال بتقول له في يوم من الأيام خرج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول فغيرت، وبعد بقى الغيرة دي حصل فيها اضطراب وبتاع، فخافت ان هي ان سيدنا النبي يكون عند مين، عند بعض زوجاتي يعني او زوجة تانية، ودي الليلة بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها.
فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جه شافها كده مضطربة قال: أوغرت يا عائشة؟ فقالت له: يعني ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. فقال: وقد جاءك شيطانك؟ ده شيطان بقى. فقالت: أو معي شيطان؟ قال: بلى، هو مع الناس كلهم يعني كل واحد معاه شيطان؟ قال: أيوة. طيب حتى أنت؟ شوف بقى السيدة عائشة رضي الله عنها دي ذكية، اللي هي بقى هندخل في مشاكل، فما أصرف النبي شوية بقى وأقعد أسأله كده وأستفيد أنا الآخر وأصرفه عن المشكلة الأصل. فقال: أيوة، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، أو فأسلموا. فأسلم بالماضي يعني هو أسلم، أي دخل في دين الله رب العالمين. أو فأسلموا أي أسلموا أنا من شره. وفي يوم من الإداء والنبي خلاص وتعامل بحكمة وروية مع غيرة أمنا عائشة رضي الله عنها. لكن في حديث مسلم إن السيدة عائشة بتقول: دخل سيدنا النبي وأنا نايمة عليه الصلاة والسلام، وبعدين خلع رداءه عليه الصلاة والسلام، ثم وضع حذاءه عند قدمي، ثم وضع طرف إزاره على فراشه، ثم استلقى صلى الله عليه وسلم هينام. فبيقول يعني شوية كده إلا، وبعدين سيدنا النبي راح قايم عليه الصلاة والسلام، وهو بيحسب إن السيدة عائشة إيه؟ إن هي نايمة. قال: فلبس بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لبس نعله رويدا رويدا، ثم فتح الباب رويدا رويدا، ثم أغلقه إيه؟ رويدا رويدا. ليه كل ده؟ عشان ما صحيش أمنا عائشة رضي الله عنها. الحاجة التانية عشان لو صحيت ممكن تبقى قاعدة لوحدها فتخاف تستوحش يعني. فخرج، فهي ظنت إنه راح فين؟ عند حد. فمشيت وراه، راح بقى سيدنا النبي عند البقيع ما بين الحجرة الشريفة. أيوة. والبقيع حوالي بتاع مثلا 200 متر أو حاجة. فرأى عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقام طويلا، ثم رفع يديه 3 مرات يدعو لأهل البقيع، ثم انحرف، يعني بيرجع بيلف كده. فتقول: ثم انحرف فانحرفته، فهرول فهرولته، فأسرع فأسرعته، لغاية لما سبقت سيدنا النبي وراحت إيه داخلة، وراحت حاطة نفسها تحت اللحاف، وطبعا هي النفس إيه طالع. فسيدنا النبي شافها كده فقال: ما لك يا عائش؟ حشية رابية؟ يعني انت في حاجة في نفسك؟ انت رايح طالع في ايه؟ مش قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: لا تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت: فأخبرته. قال: فلهدني صلى الله عليه وسلم في صدرها. يعني عارفة اللي هو ايه؟ لانها اساءت الظن في سيدنا النبي فكان تأديبا لها. فقال: إن جبريل قد جاءني وفعل كذا وكذا، وقال لها بقى: مرضيش يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وأنا مرضيتش صحيك عشان لا تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقية فأستغفر. شوف حكمة سيدة النبي. سيدة عائشة حست النبي زعلان، فتعمل إيه سيدة عائشة؟ تحول الكفة اللي هو تروح لأهل البقية. طب وإحنا لو رحنا يا رسول الله نقول إيه بقى؟ يبقى نسينا الموضوع الأولاني اللي هو اللي يحصل منه مشاكل. قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم، إلى آخر الإيه؟ آخر الدعاء. وهكذا كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. ناخد طيب تليفونات. في تليفون مستنينا من أول حلقة. أم محمد، أهلا وسهلا. ألو، لسه معانا؟ مش معانا. طيب معلش يا استاذ، كانت معانا من اول حلقه، حاولي تكلمينا مره ثانيه. استاذ محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. الله يخليك يا فندم. والله انا قاعد مع حضرتك عايز اكلم الشيخ بس. اتفضل يا فندم، تحت امرك يا فندم. ايوه يا استاذ احمد. يا شيخ احمد الله يخليك. اتفضل. والله يا شيخ احمد انا بس كان عندي كذا ايمان، انا يعني خلفته. هو حضرتك الصوت مش واضح. هو كده كويس؟ يعني حضرتك اتكلم بالراحه كده وعلي الصوت. اتفضل عشان نفهم الكلام. بس شويه معلش. انا بس كان عندي كذا ايمان انا حلفته، بما ان يعني طبيعه عندنا يعني عصبيه وكده والقصه دي. حلفت قلت ايه؟ طيب حلفت قلت ايه؟ ايمان بالطلاق وكده واقسم بالله وبالله وكده بالطريقه دي يعني. بس انا ما عندهمش يعني مش عدد معين. وكمان عليا نادر. الصوت مش واضح بصراحه. الصوت مش واضح كده. تمام. مش دخلنا في الاستوديو كويس كده. تمام. واحنا مش سامعين الصوت كويس. مستمعين. يعني انا سامع حضرتك بتقول فين إيه؟ بس مش سامعين. انا سامع ان هو حلف بس قال ايه بقى مش عارفه. طب حضرتك حاول تكلمنا مره تانية. الخط فيه حاجه لما بيدخل لنا الاستوديو ما كناش سامعين حضرتك. معلش يا استاذ محمد. معلش يا استاذ محمد، ممكن تعاود الاتصال مره ثانيه؟ مره ثانيه. طب ام محمد رجعت مره ثانيه. الو. يا السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شريف؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الله يحفظك يا رب. الله يكرمك.
شيخ احمد، معلش انا كنت في مشكله بيني وبين جوزي وعاوز اخد رايك فيها. اتفضلي يا فندم. احنا ما كانش عندنا بيت، كان في مشاكل بتحصل بيني وبين حماتي على طول، فاخويا حب ان هو يحل المشاكل اللي بيني وبين حماتي، فاداني حظي في ورث ابويا. فطبعا جوزي لما طلع من البيت بتاع بيت ابوه ما خدش حقه كامل، يعني طلع ب 10,000. لا خد 10 بيت، دي واحده بس، خد 10,000 بناء على ايه؟ حقه من بيت ابوه. يعني هو حقه كان 10,000؟ اه خد حقه 10,000. ايوه يبقى كده خد حقه، يبقى ازاي؟ اه حقه، خلاص خد حقه ومشي. ال 10,000 دي ما كانتش هتقدر ان هي تبني بيت، يعني نص جرار. تمام ماشي. فاضطريت ان انا اجيب قروضه واعمل جمعيات، وكان كل ما بيع فلوس بيقول لي اضطر في 5,000 10,000، فكنت بضطر ان انا اروح اجيب قرض اتسلف من واحده مثلا صاحبتي 10,000 5,000، فجيت كون علينا مبلغ. فجوزي جه في الوقت دوت، اخواتي طبعا واهله عرفوا ان احنا علينا مبلغ كبير، فجه قدامهم وقال انا ما اعرفش عن الفلوس دي اي حاجه. مين اللي قال؟ مع انك انت كنت بتستلفي عشانه يعني، عشان هو ايه؟ اه كنت بستلف عشانه، كنت بال 10,000 بال 15,000. وكان عارف؟ اه كان عارف. السؤال، كان عارف ان السؤال دي هو علينا. انت السؤال هو كان سامح بكده ولا لا؟ يعني هو كان قايل لك اه ما فيش مشكله، ولا انت كنت بتاخدي من وراه وبعدين تقولي؟ لا كان عارف. تمام. كنت اول ما بلاقيه زنجة محتاج مثلا، هو كان مثلا عليه قرض مثلا ما معاش الشهر دوت يدفع، كنت انا استلف ويقول لي اتصرف فيه وهبعته لك، ما كانش بيبعته. يعني انا كنت ممكن استلفه من واحده صاحبتي وما كانش بيرجعه لها تاني. ماشي وبعدين؟ فهو انكر بقى. انكر كل حاجه، انكرها قدام اخواتي وانكرها قدام اخواته هو وقدام اخواتي البنات، فطلعني انا في نظرهم وحشه. وطلعني يعني اخواتي واخواته هو حطوا في دماغهم ان انا يعني عارفه واحد وهو بيضحك عليا وبياخد الفلوس دي. طب استنى دقيقه واحده. انت لما خدت الفلوس وبتديها له اشتريته بيت ولا لا؟ اه بنينا البيت. حلو قوي، حلو قوي. هو مش معترف اللي انت دخلت فلوس في البيت ولا معترف؟ اه بيقول انا اللي عملت من جراح. اه يعني هو مش معترف اللي انت دخلت ولا جنيه اصلا؟ لا مش معترف ان انا وقفت جنبيه ولا. طب حد كان من العظيم. اهلك، حد كان من اهلك عارف انت بتستلفي عشان تعملوا بيت؟ كانت والدتي عارفه. والدتك موجوده؟ اه. طب واخواته هو اخوه الكبير واختي انا تبقى تلفت الكبيره، كانوا بيبقوا عاوزين القرض، وهو بيحط 3,000 الا 200، كان بيجي ميعاد القرض ما معاش ان هو يبعت، هو كان شغال في مصر ما بعتش ان هو يبعت، مثلا يجي ميعاد القرض ما معاش ان هو يبعت الفلوس، فبيقول لي اتصرف فيها وانا هبعتها لك، فكانوا بيخلوني انا اروح استلفها من حد واديها له. يعني هم عارفين؟ امال دلوقتي عارفين. طب امال ايه؟ اقسم بالله، اقسم بالله يا عم الشيخ ان هم كانوا عارفين ان انا بستلف. ايوه دلوقتي بقى كلهم كمان غيروا كلامهم؟ كلهم غيروا كلامهم. حتى ماما دلوقتي لما لقوا مبلغ كبير. لا امي معايا بس. طيب. هم بيقولوا ايه؟ والدتها بتدار عليها. اه ماشي. طيب فانا قلت لهم في الاخر وعملت ايه بقى في الاخر لما لقيتيه بيظلمك كده؟ انا مش عارفه انا اعمل ايه. اخويا واجب استلف الفلوس وراح سحب قرض على الشغل بتاعه وسدد الفلوس دي عشان انا كنت ماضي على شيكين. واخويا مضى مكاني، جاب الشيكات بتاعت انا وقطعها ومضى مكاني على الشيكات دي. اخويا ممكن يدخل السجن في اي لحظه بسبب انا. ايوه. ورافض مشوار الطلاق ده نهائي، يعني انسان زي دوت ان هو اتخلى عني في الظروف ديت وحط عليا كتير وعارف ان الفلوس دي هو اللي واخدها في البيت، وجي دلوقتي بس انا ما اعرفش اي حاجه عن الفلوس دي. وشوف اختك قد كده. ايوه انت قلتي كلمه الطلاق؟ ايه بتقولي ايه على كلمه الطلاق؟ قلتي انا عاوز اتطلق منه بس اخويا الكبير مش راضي. اه اخوكي اللي مش راضي؟ اه. ليه بقى؟ اختي الكبيره وسيلفي اللي هو اخوه هو، احنا ثلاث بنات متجوزين في بيت واحد. ثلاث بنات اخوات وثلاث رجاله اخوات. ايوه. فاختي الكبيره اللي اقتصادي كل شويه بتحرش اخويا عليا وبتقول له روح اضربها وقول لها الفلوس دي راحت فين. يعني اخر مره اول امبارح جه دخل عليا ضربني، وانا جيت يعني انا كنت عريانه معلش يا عم الشيخ، فكنت لابسه حاجه بنص كم كده ودخل دور فيا الضرب وجسمي كله مزرق ودراعي وارم. ده مين اخوكي؟ اخويا. ليه كده؟ عشان يعرف الفلوس من كلام اخوه هو واختي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم أقسم بالله، أقسم بالله إن الفلوس دي كلها راحت في البيت أيوة. طب وهو أصلا وظلموني كتير. وهما المفروض يبقى البيت هو الدليل، لأن هو جاب منين يعني فلوس البيت؟ إذا كان أهله ما ادولوش غير 10,000 بس، بنى البيت إزاي يعني بالعقل هو يعني؟ البيت بال10,000 جلد، أنا كنت هعمل من دراعي. طب بتعمل من دراعك؟ طب فين؟ أنا بيتي صرف فوق ال200,000 جنيه. أيوة جابهم منين يعني؟ بالعقل يعني، هو المفروض يفكروا بالعقل. طب وفي الاخر سؤالك ايه؟ لا عندي نحن مش عاوزين يفكروا، هم بيسمعوا ليه هو. طب ليه انا ما عملتش حاجه وحشه يعني؟ انا الوقت اتطلق واروح اشكي اخويا رافض المشوار ده نهائي، جالنا يعني في الاخر انت طلعتي الغلطانه عشان انت وقفتي مع جوزك، انت طلعتي الغلطانه. ايوه انا طلعت غلطانه قدامهم هم، ان انا وحشه وان انا مثلا حد ضحك عليا وخد الفلوس دي. أيوة. وهو نكر كل حاجه، بيكلمني بيقول لي معلش وانا عارف بالفلوس دي، بيكلمني في التليفون معلش حقك عليا وانا كان غصب عني، يجي من ورايا بيكلمهم هم. لا هو جوزك غريب بصراحه يعني، موقفه غريب جدا يعني بصراحه. طب وانت في الاخر سؤالك ايه؟ انا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه. انت مش عارفه ترجعي له ولا تطلقي ولا تعملي ايه؟ اكتر من مره وجيت اروح عند اخويا واقعد عنده، بس مش عارفه اعمل ايه يعني، كل شويه بيجي يضرب فيا من غير سبب، فاهمة؟ من غير ما اعمل حاجه. انت قاعده عند مامتك دلوقتي؟ لا انا قاعده في بيتي. قاعده في بيتك؟ قاعده في بيتي مكان، انا معايا واحدين. وجوزك؟ جوزي مسافر. بيروح يشتغل في القاهره ويرجع. هو اديله 7 شهور ما خطاش البلد نهائي، هو دلوقتي قاعد في مصر. هو تلاقيه مكسوك، تلاقيه المشوار ده ما حصل وهو قاعد في مصر مش راضي ينزل. مين اللي بيصرف عليكي؟ عامل روح ان هو غلبان ومسكين ومالوش دعوه بالمشوار ده خالص. ماشي يا حبيبتي. مين اللي بينفق عليكي طيب؟ ايه؟ مين اللي بيصرف عليكي؟ والدتي. يعني هو ما فيش مصاريف كمان؟ كمان. لا لا ما اخته، اختي انا واخوه. ايوه. قالوا له ما تبعتلهاش اي فلوس. ماشي وطلقها حبيبتي. وخلاص احنا كده هناخد العيال ونربهم احنا وهي تروح لاخوها، واخوها هو اللي يسدد الفلوس، هناخد البيت وهناخد العيال. ماشي يا حبيبتي ماشي. القصة واضحة طبعا. هو القصة واضحة، بس أنا ضد إن أي امرأة تروح تستلف عشان جوزها وهي طبعا اللي تمضي أو أي حاجة، لازم جوزها هو اللي يمضي، هو الراجل بالظبط وهو المنوط بيه إن هو اللي يبني البيت وهو اللي يجيب لها السكن و إلى آخره. إذا كانت عملت ده من باب البر ولا من باب إن ده زوجي أو من باب العشرة بالمعروف وما إلى ذلك، فأنا بقول لكل واحدة بس تنتبه على حالها يعني. لكن إحنا ردنا أصلا إحنا ما نعرفش نقول لهم يعملوا إيه، لكن لا أنا أقدر أقول والله يعني لا دين لمن لا أمانة له. الانسان اللي هو ليس عنده امانه اصلا، الانسان اللي هو بيكذب، الانسان اللي هو دائما يغش، هو في الاخر كذب وهو على كلامها. الله اعلم. الله وهو غش دلوقتي في بيوقع مراته في مشاكل، حاجات تانية، الاتهامات اللي هي بتتهم بيها، كل ده قذف. فنخلي بالنا من المسائل دي عشان ما ينفعش اللي احنا ندخل عشان اللي انا انجو يعني من دفع الفلوس ودفع الاقساط دي او القروض دي كلها، فانا اتهم زوجتي اللي هي ام اولادي ان دي سبه كمان هيبقى في اولادك طبعا. فخلي بالك من المساله دي. لكن هم يشوفوا ناس اهل الكبار في بلدهم اللي هم بيبقى في ناس كده مجالس عرفيه يقعدوا مع بعض يحلوا المشاكل، واللي بيحكموا بيه الكل يلتزم بيه. لان احنا مش عارفين دلوقتي مين الصح ومين الغلط. صح. هو هيجي يقول لك انا بقى لو هو دخل دلوقتي وقال والله ما اعرف، طب اصدق مين بالظبط؟ فيشوفوا حد كده من مجالس عرفيه ولا بتاع، ونسال الله الهدايه يا رب. يا رب ربنا يهدي يا رب. يا رب. بس بنصح كل زوجه لما تيجي تستلف تقول لجوزها انا انت البيت ده انت مسؤول عنه، انا ما استلفش، انا روح انت استلف واكتب على نفسك، لكن انا لا، انا ملزومه منك تجيب لي البيت، تجيب لي الاكل، تجيب لي الشرب، تهنيني انا، لكن انا اللي اروح انا وبهدل انا اسف، انا ضد الفكره دي تماما يعني. صح. طيب بشكرك جدا شيخ احمد في نهايه الفقره، ربنا يكرمك. شكرا ليك، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.